بقول لكم قصة راشد. هذا واحد عنده 4 عيال و5 عيال، صغير اسمه راشد. سبحان الله العظيم، العيال ذولا يوم صار أمارهم على 20 و25 توفوا بيهم، اللي هو الشايب. يوم توفوا بيهم طبعا العيال حقرين الراشد. ليش؟ لأنه عضب راشد من بده أخوته، عضب وحقرينه أخوته وحقرينه من حين يقولون العضيب العضب، دائما حقرينه. وسبحان الله العظيم، جات تسيم الوارث أعطوه ناقة واحدة بس، قالوا يكفيك نعمة، ما تحتاجها أنت. ضاق صدره يعني، طبعا هو صغير عمره 15 أو كذا، 10، لا عمره 10، يوم يموتوا أبوه عمره 10. ما قالهم ما يقوى أخته، دائما حقرينه ودائما مقللين من قيمته ودائما يستهزون به ودائما يحرجونه بلش اسمه عند الناس، يعني ما له قيمة أبدا الوليد. المهم قالوا حقك ناقة نعمة بعد، كثر خير إن ترى بس كثيرة عليك. أخذ الناقة واسكت، بدأ يستهزون به ويقولون شيء، طلع بناقته وراح يتمشى وياه. وعلى هالحال يا حول، يوم صار عمره تقريبا 15 سنة، خبر لأبوه صديق، قال لأخوته أبروح. ضغطوا عليه باستهزاء وتطنز وتقليل القيمة. أما تجي قال والله لا روح خليهم، راح واخذ ناقته، طبعا ناقته من الطيبات، أخذ ناقته وراح صديق أبوه. صديق أبوه مسافته يمكن 2 أو 3، راح ودى ناقته صديق أبوه، سلم عليه وذا، قال له بحط، طبعا الصديق داري إن الأبو متوفي، قال بحط ناقتي عندك وضربه وتمنح يعني قاعدة عندك سنة كذا، وبجيك إن شاء الله عقب سنة بأخذه. قال له ما يخالف، يقولوا صديقه يرحموه، نفس الوقت بيستفيد بعد من الناقة. المهم راح اسمه راشد لما اخوته قاعد برضو نفس الشيء، يلقى مضايقات ويلقى، بس مسكت ما قال لهم شيء نبد، ما قال اني وديت ناقتي لصديق ابوي ولا قال شيء نبد، مسكت، لانه حتى اي شيء يقوله تمهزون به، مو بي يعني يقدرونه. المهم مرت مرت الايام ومرت السنين، تمر على ناقة راشد 5 سنين، يعني صار عمره 20 سنة. قلب أروح أشوف ناقتي عند صديق أبوي وأشوف إيش صار عليا. يوم راحت ما شاء الله تبارك الله، وثر الناقة جابت لها 2، جابت لها بكرات 2، وما شاء الله تبارك الله وطيب النياق هي طبعا. وقال جل باخذه معي، قال الله حلالك يا وليدي، تبي تخليها عادي وتبي تاخذها عادي. المهم راح اسمه شهد لا اله الا الله راشد، ساق ناقته ومشى. يوم جي قال بيروح لاخوته، يوم ناظر ترك الخيمه، قال غادي ناقف على انه 3 ايام المسافه، قال غادي ناقف عند هالخيمه، غادي تريح عندهم الليلة وتعشى، ولا صار الصبح صريت. وقف عند الخيمة تسلم له، راعي الخيمة قال ادخل. دخل اسمه راشد عند هالرجل، ينتظر يقدم شيء، ينتظر يجيب شيء. قاعد الرجل متسين وما زين شيء ابد، ولا تحرك من متسانه. قال له راشد وش عندك يا فلان، يعني يا هالرجل وش عندك؟ وراك ما قمت ولا ضيفت ولا؟ قال والله انا ظهري يوجع ولا اقدر اتحرك من متساني، اعذرا، تبي تضيف روحك ضيفه ولا عندنا شيء بعد؟ قال شلون؟ قال والله ما عندنا شيء ابد. ويحس عليه كذا يسمع بزارين يصحون، قال وراها بزارين يصحون؟ قال لنا كم من يوم ما اكلنا ما ذقنا العيشه. قال افا، قال والله هذا يولا عندي يتمام بالبيت، امهم توفي، ولنا كم من يوم ما ذقنا العيشة، من أول كانوا جيراننا يعطوننا البين ويعطوننا، هالحين ما عندنا أحد، جيراننا غنمهم صارت شو اسمه
شو اسمهن؟ ذولي حمول ما ادري شو اسمهن، دف. غنم جيراننا صار كلهن دفع ولا عندنا شيء وانا ما عندي شيء. فوق صدر شو اسمه راشد قام واخذ الناقه قال جيبوا لي طاسه، جيب لي طاسه. قال يا بنت جيبي له طاسه، ترى عنده بنت اسمها وضحه. هو هذا اسمه حطاب، ترى الرجل هذا حطاب عنده بنت اسمها وضحه. قال يا وضحه جيبي يا ذي الطاسه. قال وش اسمك؟ قال اسمي راشد. يقولوا راشد، يقولوا الحطاب. قال اسمي راشد. قال وضحه جيبي لنا ذي الطاسه، راشد يبي يحلب لنا. قام ما شاء الله تبارك الله عليه راشد وحلب وعطى البزارين وشربوا وعطى لبو وشرب، وهو نفسه راشد بعد شرب وما شاء الله تبارك الله. قال شف هالناقة ذي هي وعييلة، بخلي عندك تتمنح لك سنة، ولما وعقب سنة بجي أشوفه. قال خلاص، فرح يا حول حطاب، فرح بالذيت بالعطية، لو انه مهيب له بس فرح، يعني يلقى شيء ياكلون عييله، يلقى شيء ياكلن بنياته، يعني فرح بهن. المهم راح شو اسمه انت يا راشد يبي يروح لاخوته، ويلقى هاك المزرعة مع خيام كثور، مع يلقاه بلبر، يعني لقاه شو اسمه على جنب، على جنب على الطريق. قال بشوف وش هالخيمة وبشوف وش عندهم. وراح راشد لم هالخيمة، وقف عندهم. السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال عندك شيء نوكل؟ قال تفضل الغداء. ويدخل راشد عند هالرجل ويتغدى ويعين من الله خير ويسوي له قهوة ويقهويه. يوم قال أبدا بروح كلا تقعد عندي ولا صار الصبح رح. وهم قاعدين يسولفون قال إني أنا صبرت وعندي حلالي ودي راعي، تخبر لي راعي. قال والله أنا عادي عندي، بس إني تراي ما أبي غنم، سن عندك نياق رعيت بهم بس ما أبي غنم. قال عندي نياق وعندي غنم. قال خلاص أنا مستعد أرعى بالنياق، أروح بين لمدة 3 أيام 4 أيام عادي، أروح بين المسافات، بس هالغنم مالي بنسان. قال خلاص اتفقنا. قال والراتب؟ قال الراتب كل سنة أعطيك بكرة أو ناقة، ناقة مثلا من العيالة، كل سنة أعطيك من عيالها البعارين وحدة. المهم شهد الليلة الله بدع ذا. قال أنا تراي من النوع اللي مشفوح بالأكل، واحد بالأكل، أبي لي تمر وأبي لي قرص، مو قرص دقيق، وأبي لي سمن وأبي لي أطبخ وأنا أسرح بالغنم، ودي أطبخ. يقوله راشد قال خلاص يعطيك، وكل 3 شهور كل 3 أيام يجنك مثله، يقوله ذاك راع الحلال. قال طيب ما تجي والله الراشد يضف النعمة اللي هو عطاه، يروح يركض يعطيها شو اسمه، يعطيها الرجل اللي هو حطاب وعييله. وطبعا راشد مو بصيده انه بياكل، لا صيده بينفع هالرجل مساكين، يروح يعطيه. قال للحطاب كل 3 أيام بجيب لك مثلهن. فرح حطاب شيء ياكله وعييله، لانه ما يقوى يتحرك، مسخين تعبان يعني. المهم مرت الايام وراشد على حاله تردد، يروح يجي بهالنياق وياخذ حقته من الاكل ويوديه الحطاب وعلى الحال. مرت 5 سنين عنده، صار راشد عمره 20، مرت 5 سنين عليه، صار راشد عمره 20، لا صار عمره 25. يجي قال عطى حلالي من النياق. قال ما انت بجاي؟ قال لا بجي، بس انا بوديهن المشوار. قال خذهن وياخذهن 5 بكرات صغيرات بعد تو ما بدنا يحملن. راح بنسحب ساقن وراح بنلم. اي لا استغفر الله، قال ودي تبدلن بدل النياق اللي تبي تعطين، تبدلن شو اسمه بكل ناقه 5 ذولي 5 روس غنم، يا محسبوهن طبعا تصير 25 راس. قال عطني اياهن. قال خلاص خذهن. قال يبوديهن مشوار وارجع. اخذهن
اللي هو راشد ما شاء الله تبارك الله، سخره الله لها مساكين، وراح بهن وين؟ لمحطاب، وطلع عيالو كبيرين، حطاب من اول عيالو صغيرين، وقام ودخل عليه قال له شف هذول غنم، ابي عيالك يرعون بهن وترزقون الله بهن وياكلون ويشربون منهن وصوفهن وحليبهن واشتغلوا بهن بالبقر واشتغلوا بهن بكل شيء، ابد ما عليهن وان شاء الله اني اجي لمك. قال وانت تروح؟ قال انا عند عمي اشتغل وبجي لمك عقب فتره. قال لي ودي اقول لك شيء. قال وشو؟ قال انت ما قصرت معنا ولا معنا شيء نعطيك، بقول لك اني ودي ازوجك بنتي. قال فجأتني عم، قال عاد انا قلت لك الحين ودي ازوجك بنتي. قال والله تسالني هي بنتك تبين ولا ترى لا تغصبها؟ قال لا والله ما غصبتها، عادي عنده تبيك. قال خلاص اعلمك. قال لا تبطي علي. قال خلاص ما انا ممتن عليك. طلع راشد وراح لعمه وقعد عنده فترة. يوم قعد عنده فترة قال بروح أشوف، يدري هو يدري إن وضحة تشتغل مع أخوة بالغنم هك المتسان. قال بروح أسأله، سنة بعد غصب أبوه، ما بي غصب أبوه علي، أبروح أسأله سني تبين؟ فأنا استعديت لزواجه، سني ما تبين فأنا يرزق الرب وهي رزقه. راح لراشد لما محل الحطاب ولقى وضحة ترعى بالغنم، قال يا السلام عليكم. قالت عليكم السلام، عدل طبعا يعرفونه. قال ودي سألت يا وضحة. قالت تبشر. قال الحين بوت عرضت علي وانا ما ودي تاخذينا بالغصب. قالت من يقول اني اخذك بالغصب؟ انا بيك. قال صادقتي والله انا بيك، ان غلاك مثل غلا ابوي او اغلى، ما قصرت معنا. قال خلاص اجل عقب كم يوم بجي شوف ايش نتفق عليه. قال خلاص. قالت خلاص. راح راشد لما عمه راشد لما عمه وقعد يشتغل عنده يمكن تقريبا حول 5 سنوات، يعني صار راشد عمره 30. يوم صار عمره 30 قال عطنا ذاك، عطنا غنمي اني خلاص ابتزوج قال ايه. قال له قال عطنا غنمي اني خلاص بروح وبستقر وقضيت يعني من الجولان والروحات والجيات. يقولوا راشد قال بقول لك شيء، يقولها اسمه مع الحلال. قالوا وش عندك؟ قالوا ودي ازوجك بنتي. يقولوا اسمه يقولوا الراشد. قال بس لو انت قايل لي من قبل سأل، لكن الحين جيت خطبت مره وبتزوجه واتفقت انا وابوه. قال شلون انا ودي بكل بنتي؟ قال عاد خلاص راحت، قضت اسمه قضت قضينا احنا وياهم. طبعا ضاق صدر ذاك عمه وقال شلون انا ودي بك، انا طمعن بك انك راجل وانك حسافه واني بزوجك بنتي. قال الشك والله عاد راحت، برد علي بالبركه وانا خلاص بروح اشوف حلالي واشرف على حلالي، اني معطيه ناس اني يشرفون عليه، وقضيت الحين بستقر وبشرف على حلالي، وبك تحللا وتسامحا ونسال ودك تعطين حقي التالي اللي انا قعدت عندك شهر فوديبه ونسام، ما انت معطيني اياه بحل، ما ورا ما اعطيت انا الله يجزاك خير ولا قصرت معي ولا. قال لها نعطيك اياه. قام اعطاه حقه التالي حقه، يعني ما ادري يتسم مراس، لانه اشتغل عقب ما اتفق هو حطاب على موعد الزواج، اشتغل شهر بس وجاء وعطاه غنم. راح بالغنم راشد وجاء لما مضى مش اسمه خيمة اسمه حطاب، وثر ما شاء الله الدعوة متغير، ما شاء الله الدعوة متغير، ما شاء الله مزينين لنا المتان عقب رعايته هالغنم حطاب وابن عييله وبنياته، ما شاء الله تبارك الله هالغنم ما شاء الله كثرا والبعرية والنياق كثرا وما شاء الله خيام كثرت ومستعدين للزواج. ونسيت أقول لكم ترى راشد مع أنه تصدق بأكله على حطاب سبحان الله العظيم بارك الله برزقه وبارك الله برزق التاجر عمه اللي عطوه هالغنم إرعابه، عطوه النياق إرعابه سبحان الله العظيم. هو سبحان الله العظيم هالوليد فيه بركة سبحان الله.
المهم حددوا الزواج وتزوج شو اسمه هذا راشد، وما شاء الله تبارك الله، يوم قعد له يوم ويومين قال باش اسمه برسل لاخوتي. نادى اخو زوجته قال ابيك تروح لها الديره الفلانيه اللي هي ديرتها له، وبيك تسال عن اخوتي تراهم اربعه وتشوف ايش احوالهم وش عندهم، وانسانهم يبون يجون عندي فانا مستعد استقبلهم، انسانهم ما يبون بكيفهم، اهم شيء سلم لي عليهم وعلمهم اني تزوجت، علمهم اني الحمد لله ربي اغنان ورزقن. هو يحسب اخوته على حالهم، يعني على طغاهم وعلى فسقهم وعلى الخير اللي عندهم. راح اخو زوجته اول ما دخل ذاك المضارب استقبله واحد من اخوته، قال ودي اسال عن ناس، قال وش؟ قال كذا وكذا، قال انا منهم، ايش عندك؟ قال اني انا جاي من طريق راشد. يوم قابله اخو راشد قال له انا واحد من اخو راشد، ايش عندك؟ قال راشد يسلم عليكم ويقول لكم ابيكم تجون، انه الحمد لله راشد مغني ربي ومعطي خير ومتزوج والحمد لله، وانه يقول اني مشتاق لهم. قال راشد، قال ايه راشد، انه يقول انا مشتاق لاخوتي انه ودي يجون. انا انهب لاخوه، قال خلاص انا بقول لاخوتي ونروح معك. قال ما شاء الله تبارك الله ما صدق خبر، راح لما شو اسمه راح لما اخوته قال يلا يلا نروح لراشد، انه هذه حالته وهذه حالته. قبلها قبالهم هم ركضوا على طول مع هالرجل، راحوا لما اخوهم. يوم جوث ما شاء الله تبارك الله راشد متغير ومرزق ربي ومتنظف وغادي ما شاء الله تبارك الله ما نزينه، الا شي بيصير شيخ قبيله على المثال. المهم قاموا وسلموا على راشد وهلوا ورحبوا، واننا والله اني ما شاء الله تبارك الله عليك يا راشد وثرك الله علينا واعطاك الله علينا ومدري ايش. قال لا ما عليكم ان شاء الله، وانا ابى اشوف ايش انتم محتاجين بعطيكم، ولا تجيبون عيالكم وتجون. قال لا ذيك الارض وذره، يعني نرضهم ذيك الارض ما بخير وذره، لا انا بنجي نبي نضف عيالنا ونجيك. قال خلاص الله يحييكم متى ما بغيتوا تعالوا. ما شاء الله تبارك الله راح وضفوا خيام، ايوه اعطاهم ناقتين، قال ضفوا اللي تقدرون عليه بهالنياق. اي راحوا ما شاء الله تبارك الله ما صدقوا خبر، ضفوا نياق، ضفوا خيامهم وضفوا قشهم وضفوا كل شيء وعيالهم، وراحوا عند راشد ما شاء الله تبارك الله. وارزقه ربي راشد بر اخوته وبر مساكين، وفتح الله عليه، وبدا ما كانت خيمة سعينونه لذاك شو اسمه للحطاب وكلها فقر وغربيل، صارت ما شاء الله مضارب كاملة مليانة من الناس ومليانة من الخير ومليانة من ذاك. قال لأخوته كل واحد منكم يمسك شيء، أنت تمسك الغنم وأنت تمسك شو اسمه البعارين والنياق، وأنت تمسك شو اسمه الجيب الأشياء من السوق حاجاتنا وأغراضنا. وما شاء الله تبارك الله كل واحد من اخوته مسكوا حاجه ورزقهم رب، قال عشان ما امن عليهم ويسترزقون من رزقهم. اي المهم ما شاء الله تبارك الله وشغل خيوته وكل نرزقه ربي. وهذا قصه قلتها لكم ان شاء الله نعجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.